صباح الخير احمد، تحياتي لك وتحياتي لاعزائي المشاهدين. طيب منذر، عايزين نعرف منك وانت في بورسعيد ردود الافعال حول القرارات اللي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا بالنسبه لاهالي بورسعيد وخصوصا فئه التجار هناك والشكاوى اللي كانت منهم بسبب الركود الاقتصادي، هل يعني شايف عندك ردود الافعال عامله ازاي؟ بالفعل كانت هناك حالة من الركود قد أصابت منطقة بورسعيد في السنوات الماضية، وذلك بسبب تغيير التعريفات الجمركية على البضائع الواردة إلى مدينة بورسعيد، مما أدى إلى تراكم الديون على غالبية التجار في مدينة بورسعيد، والذي أحدث حالة من التعثر في سداد الديون، وخاصة وأن غالبيتهم كانوا يعتمدون على التجارة التي تحدث ما بين المواطنين خارج بورسعيد وداخل بورسعيد. لكن الحكومة تحركت في الأيام الماضية وقامت بعمل تعديلات في التعريفة الجمركية حتى تساعد على إنعاش الحالة الاقتصادية داخل مدينة بورسعيد. بجانبي الآن السيد المهندس حسن ورواري رئيس حي شرق بورسعيد، نتعرف معه على أصداء هذه التغييرات والتعريفات الجمركية الجديدة. بنرحب بك يا فندم معنا. أهلاً، صباح الخير، شرفت بورسعيد ونورتوها. كيف كانت هي أصداء هذه التغييرات أو قرارات رئيس الوزراء بتغيير وتخفيض التعريفة الجمركية بالنسبة للتجار في بورسعيد؟ والله زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحوار وذكرت أن طبعا بورسعيد تعيش حالة ركود منذ ثورة يناير إلى الآن، والتغيرات وأحداث السجن وأحداث الاستاد، ودي كلها كانت طبعا من الحاجات اللي أثرت سلبا على الدخل. في زي ما حضرتك تفضلت ان في بعض ان الناس طبعا بقى عليها ديون مش قادره تسدد، فالتلجا طبعا السيد المحافظ والمسؤولين في المحافظه واصدر اخيرا السيد رئيس الوزراء مشكورا قرار بالعفاء لكل المواطنين القادمين لبورسعيد في حدود 400 جنيه مرتين في العام، ان هو طبعا يبقى دي كلها بضاعه غير يعني ما عليهاش اي رسوم جمركيه، ودي بنتعشى من هي طبعا تؤدي الى زياده الزيارات وزياده الرواج التجاري في بورسعيد فعلا، لان حاله الكساد التجاري اللي في الفتره اللي فاتت دي اثر سلبا فعلا على المدينه، وده ادى فعلا الى يعني كبت في بعض التجار، ودي طبعا نتعشى منها تزيد اكتر في المرحله اللي جايه، وان شاء الله هنشوف صداها خلال الايام القادمه بالذات في بعد الامتحانات الطلبه وقدوم فصل الصيف، وربنا يسهل نتعشى منها تكون يعني ايجابيه باذن الله. هناك بعض القرارات صدرت كذلك بتخصيص ما يقارب من 200 مليون جنيه، وذلك للتنميه في مدينه بورسعيد ولرفع مستوى المعيشه بالنسبه للمواطنين والتجار. كيف بدات هذه العمليه وكيف بدات الاستثمارات من خلال هذا المبلغ؟ هو طبعا الموافقه على تخصيص المبلغ ال 200 مليون اللي حضرتك ذكرتهم دول هيبقوا موجودين في الخطه الاستثماريه الجديده 15-16، ودي طبعا هيحس بيها المواطن البورسعيدي على ارض الواقع. احنا النهارده اصلا شغالين في بورسعيد في الاسكان الشباب، داخلين في حوالي 12 او اكثر قليلا شقه سكنيه بالتعاون مع وزاره الاسكان، 12,000 شقه سكنيه بالتعاون مع وزاره الاسكان، ودي في مراحل التشطيبات النهائيه. في طبعا اعمال الطرق اللي بتتم في نطاق بورسعيد، في اعمال التطوير اللي بتتم، في عندنا كذا مقترح لتطوير الشاطئ في بورسعيد، في برضو الاجتماع السيد المحافظ مع بعض المستثمرين ورجال الاعمال الموجودين في بورسعيد عشان زياده فرص الاستثمار، في مشروعك اللي هو اطلقه السيد وزير التنميه المحليه وهيبتدي في بورسعيد خلال الايام القليله القادمه، اللي هو هيدي قروض ميسره للشباب من 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 من, من نص مليون الى اكثر من ذلك. كنت طبعا ده كله بيبقى في دراسه جدوى لمشروعات الشباب للتشغيل، ودي الهدف منها تشغيل مليون فرصه عمل على مستوى الجمهوريه. نتمنى طبعا كل الاحداث دي تتم وترجع بورسعيد زي ما كانت، ان هي كانت ملتقى لكل محافظات مصر وبتؤدي فعلا الى يعني رواج السياحه، وانت عارف ان حضرتك بورسعيد من اهم النقاط الموجوده في البوابه الشرقيه لجمهوريه مصر العربيه. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
كما تابعتم أعزائي المشاهدين وزملائي، هذا هو حال بورسعيد الآن، ونحن ننتظر أن تكون هذه القرارات لها قدرة في إنعاش السوق التجاري داخل بورسعيد ورجوعها مرة أخرى كما كانت على عهدها الماضي. طيب منذر، يعني بعيدا عن الناحية التجارية والاقتصادية في بورسعيد، هسألك على نقطة تانية، وهي يعني استعدادات الأهالي اليوم عندك لتلقي يعني ما ستحكم به محكمة جنايات بورسعيد في قضية مذبحة بورسعيد وإعادة النظر في هذه المحاكمة. وكان في أخبار بتقول إن في مسيرات للجرين إيجلز عندك في بورسعيد للتفكير بقضية أحداث النادي المصري. إيه التطورات عندك إزاء هذه القضية حتى الآن؟ إلى الآن الأوضاع هادئة داخل محافظة بورسعيد. نحن الآن نقف في إحدى المعديات التي تقوم بين مدينة بورسعيد ومدينة بور توفيق. الأجواء هادئة كما نلاحظ حركة الموظفين مستمرة في هدوء ما بين المدينتين. التواجد الأمني مكثف بطبيعة الحال لتأمين المواطن في الشارع، سواء من خلال رجل المرور لتسيير حركة المرور أو رجال الأمن الذين يقومون بضبط الأمن في الشارع البورسعيدي. إلى الآن لم تصل إلينا أي معلومات بخصوص هذا الموضوع إذا كان هناك مسيرات، ولكن حالة الهدوء هي المسيطرة على الشارع البورسعيدي الآن، واستمرار تدفق المواطنين إلى أعمالهم ومصالحهم في مدينة بورسعيد وكذلك العبور إلى مدينة بور توفيق. نعم، بشكرك منذر أبو دوح مراسل قناة النيل من بورسعيد، ومشاهدينا عودة من جديد.